شلون الطريقة؟ لو يعني واحد يشتكي من جسمه كله، أحط إيدي على ناصيته، على رأسه. إذا أنت تحط على رأسك، ولدك، زوجتك، أما محارمك تحط إيدك على، لكن غير المحارم النساء لا. إيه. يعني بنت عمي، بنت خالي لا. ما حط إيدك. ما تمسها. ما هي حلك تمسها. الدعاء بدون مس. إيه. تدعوها من بعيد أو تخلي محرمها يحط إيده وأنت تقرأ. مثل ما أمر عائشة. مثل ما أمر عائشة. جميل. واضحني. جميل. وبالتالي لو واحد إيده مثلاً في المصابة أبدأ بشنو؟ أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي الأشافي ثلاث مرات تمسح عليه بالدعاء، ثم كما قال صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم، تحط يدك عاد وتقرأ اللي إحنا قلناهم الآيات والحد. خلصت تبي تنفذ عيد الفاتحة مرة مرتين ثلاث كيفك، ما في عدد. بن سعيد الخدري سبع مرات وصل فيها لما قرأ على الذي خلقه، ما في باس. وتنفذ النفس القبل بعد أثناء كله جايز. كيف تنفذ؟